بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يحضروا بدرا تأسفوا على ما فاتهم، وتمنوا أن يلقوا عدوهم مرة ثانية ليجاهدوا ويعوضوا عما فاتهم في وقعة بدر. فلما جاءت وقعة أحد واشتدت الوطأة فيها ونال المسلمين فيها ما نالهم من القرح، حصل من بعض الصحابة تأخر عند ذلك، وحصل عندهم فتور عندما اشتد الأمر واستحر القتال والقتل في المسلمين. حصل من بعض هؤلاء الذين تمنوا أن يلقوا عدوهم مرة ثانية ليصبروا ويجالدوا عدوهم حتى يعوضوا عما فاتهم، حصل منهم بعض التأخر أو التقهقر، فالله جل وعلا عاتبهم فقال: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني بعد وقعة بدر، فقد رأيتموه، يعني في وقعة أحد، حيث القتل وحيث القتال الشديد، فلماذا يحصل منكم بعض التأخر أو بعض الفتور؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ما يجري وما يحصل، فكان الواجب عليكم الوفاء، والواجب عليكم الصبر والجلاد. فهذا فيه نوع لوم لهم على ما حصل من بعضهم، وهم قليل، والكثير ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أن الإنسان يفي بما يقول ويثبت على ما يقول من الحق. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ثم قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما أشيع في وقعة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، أصاب المسلمين مصيبة عظيمة أنستهم ما حصل لهم من القتل والجراح، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يطمئنهم أنه حتى ولو حصل ما قيل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أو أنه يموت، وهذا أمر لا بد منه، إما القتل وإما الموت، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل، فيجري عليه مثل ما جرى عليهم من الموت. قال الله جل وعلا يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالواجب على المسلمين أن يستمروا على دينهم ويثبتوا على إسلامهم ولو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أو مات،
فإن العبادة لله عز وجل وليست العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول مبلغ عن الله جل وعلا، وهو بشر يجري ما عليه ما يجري على البشر. فالواجب الثبات بعدما يرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة، كما ثبت من كان قبلهم من أتباع الرسل بعد وفاة أنبيائهم. ولهذا قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ترتدون عن دينكم بسبب فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم من بينكم. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك على المسلمين حتى ذهلوا، حتى قال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، وسيأتي ويفعل كذا وكذا بأقوام. حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فكشف الغطاء عن وجهه فعرف أنه قد مات، فقبله وبكى وخرج على الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فكأنها أنزلت الآن، لما سمعها من أبي بكر كان قد نسيها وذهل عنها، فلما تلاها أبو بكر رضي الله عنه فطن لها وكأنها أنزلت في الحال. فعند ذلك عرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الواجب عليهم الثبات على دين الله، فثبتوا، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد أبي بكر هذه المكرمة العظيمة وهذا الموقف العظيم في هذه الساعة وهذه اللحظة العصيبة. وكم له رضي الله عنه من مواقف ثبت الله بها الإسلام والمسلمين. ولهذا لما ارتد قوم من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو كان نبيا ما مات، ارتدوا، فثبت أبو بكر رضي الله عنه وقاتلهم وجالدهم حتى أرجعهم وأخضعهم لدين الله، وحتى ثبت الله به الإسلام والمسلمين. وهذا موقف آخر من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ترتدون عن دين الله عز وجل. هذا استنكار من الله جل وعلا، وبيان أن الدين لا يموت بموت الرسل أو يموت بموت العلماء، وإنما دين الله محفوظ وباق إلى أن تقوم الساعة، وأن الله يقيض للمسلمين في كل زمان ومكان من ينصر هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي أمر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا، والله أعلم،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.